بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكر وأصيل. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم يعني يوريكم شرعه فيهن النساء وما يتلى عليكم في الكتاب الكتاب القرآن وما سواكم من كتب سماوية قبل أن تحرم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لزورفين أبروبو لزورفين شوف حتى ما نساش ربي باش يدمج حاجتين في كلمة واحدة في يتامى النساء كلمتين تجي على كل إناث وخاصة الإناث الإناث عموما عند العرب خاصة في لحظة نزول القرآن ما لا مستقل ما تعمل عند حد قيمة لا تورطوا ولا تقدروا والرمى زوجة الأم يموت وابن يطأها قال زوجتها ولا وضعت عليها ثوبي يعني ولا ملكي ولا مجال في يتامى النساء اللاتي واللائي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن يعني عندهم طبيعة اللي يذكر دائما الرفلم لم يدور يده في كل ما هو عنده علاقة بالميراث الولد ما عندهاش دخل زين وتقول بعد السنة ضد حرية المرأة وحقوق المرأة أين لكم هذا دليل القرآن إذا كان فعلا تلوجوا حقيقة موقف الإسلام من شأن يكون النساء العاهرات والجاهلات عليكم إذا كان حقيقة عندكم جد شوية بالموضوع أقرأوا الآيادية واسألوا العارفين بها حتى ربما تقبلوا أن الإسلام لم يغفل عن حقيقتكم وحقوقكم وحقوقكم وحقوق اليتامى منكم ومن بشر وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن كتب لهن بأمر الله في الكتب السابقة وفي القرآن العظيم وترغبون أن تنكحون زاد نحن حقهم وترغب باش تزوجها باش تتمتع بها من غير ما يتمتع بك لأنك أنت كما تقولتي خلط في عملية الزوجية عملية الاختصار هاتف هاك اللي ما عندهاش بو يقفلها يقول تاخذ لا ولا ما تاخذ يعني هذه حقوق عندكم انت موجودة في تشريعاتكم الدنيوية يا أهل الدنيا يا أهل الخراب والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ولا اللائي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط يتامى ذكور إناث كون إكتاب كون مقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم الخير مش تعلم في شأن هذه اليتامى وهالولدان اليتامى والنساء اللي يترغبون في زواجهن قالك الخير مش تعلم فيهم ربي قالك أنا عليم به وأنا أعلم كيف أجازيك بعدما أتيته من إحسان لهؤلاء الأيتام والسلام على رسل الله الكرام.